أهلا بكم. كشف معهد الاقتصاد والسلام العالمي عن البلدان الأكثر خطراً في العالم على حياة السكان وجودة الحياة في العام 2023، وتضمنت هذه القائمة 4 دول عربية أبرزها العراق. وقال المعهد الأسترالي إن آثار حرب العراق والصراع الداخلي السياسي المستمر منذ عقدين أديا إلى نزوح ملايين الأشخاص وقتل آلاف المدنيين، وتسببت هذه التبعات والتداعيات في معاناة إنسانية مستمرة ومفتوحة. كما اتهم التقرير المعهد الحكومة الحالية في العراق بأنها واحدة من أكثر الحكومات فسادا في العالم، ما ساهم بشكل أكبر في تجذر الاضطرابات في العراق. وكان معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى قد وصف العراق بأنه أشبه ما يكون بدولة خاضعة للوصايا الدولية، وقد يعاد تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأن الواقع السياسي والقانوني المتراجع في العراق يؤكد أنه ما زال يواجه مأزقا استراتيجيا عميقا بسبب الالتزامات والقيود الدولية المفروضة عليه. وما زال العراق أيضا يوصف بالدولة التي تلجأ إلى العنف وليس دولة طبيعية، وأنه ما زال يتعثر في الاندماج مع المنظومة الدولية بسبب الأزمات الداخلية المستمرة منذ العام 2003 وحتى الآن. تقرير معهد الاقتصاد والسلام العالمي عن المناطق والبلدان الأكثر خطراً في العالم على حياة الإنسان في العام 23 هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة الآتية: لماذا ما زال العراق من ضمن قائمة البلدان الأكثر خطراً على السكان في العالم وفق معهد الاقتصاد والسلام العالمي للعام 2023؟ وهل الأمن الحالي في العراق أمن نسبي أم أمن زائف غير مضمون ويمكن أن يتلاشى في بضع دقائق؟ وكيف ساهم تدني مستويات الأمان وتصاعد معدلات الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد الحكومي في الاضطرابات السياسية المزمنة في العراق؟ وهل ثمة قدرة لحكومة السودان على إنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة والمتمثلة ببقاء النازحين في مخيمات اللجوء والمغيبين والمعتقلين؟ ضيف طاولة رافع الفلاحي فرات خورشيد بها خليل. بغداد مدينة لا تصلح للمعيشة، البصرة أكثر المدن تلوثاً، ومدينة أخرى لها شهرة بالمخدرات وأخرى بانتشار الجريمة وهكذا. على هذا المنوال كان للعراق في كل سنة نصيب من التصنيف السلبي في مختلف المجالات بحسب المراكز المهتمة بهذا الشأن. وتزامناً مع الدعايات الحكومية التي تروج لنجاحات وإصلاحات لحكومة السودان ليس لها أثر على أرض الواقع، ينشر معهد الاقتصاد والسلام العالمي تصنيفاً للدول من حيث الأمن ومستوى المعيشة والوضع السياسي والاقتصادي والإداري. العراق كان ضمن هذا التصنيف العالمي للمعهد، ولكنه في صدارته من حيث قائمة البلدان الأكثر خطراً في العالم لسنة 2023. المعهد ذكر أن العراق حل بالمرتبة 154 عالمياً في المؤشر الأحمر ضمن قائمة مؤشر السلام العالمي، من حيث تدني مستويات الأمان فيه وارتفاع معدلات جرائم القتل والجرائم العنيفة والإرهاب والفساد وعدم الاستقرار السياسي والتظاهرات التي يستخدم ضدها العنف مثل ملاحقة الناشطين والمتظاهرين واعتقالهم أو تصفيتهم جسدياً. وكذلك بحسب القائمة فقد حل العراق في المرتبة 4 عربياً بعد السودان وسوريا واليمن ضمن قائمة البلدان الأكثر خطراً في ظل استمرار تداعيات الحرب والعنف الممنهج ضد المواطنين. هذا التصنيف لم يكن مستغرباً لدى العراقيين الذين يعرفون الواقع ويعايشونه ويدركون تماماً أن الإصلاحات التي يتحدث عنها الإعلام الحكومي هي ضمن مخيلة السودان وفريقه الحكومي لا أكثر. ومن خلال التجارب التي مر بها العراقيون وصلوا إلى قناعة أنه لو تبدلت 1000 حكومة في ظل المشهد السياسي الحالي فلا يمكن أن يتحسن الواقع في العراق، وهذا ما جعل التظاهرات والاحتجاجات الشعبية تركز على قضية إسقاط المنظومة الحاكمة وليس استبدال حكومة بأخرى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في تقرير معهد الاقتصاد والسلام العالمي عن البلدان الأكثر خطرا
في العالم على حياة السكان والمدنيين، والذي جاء العراق وعدة دول عربية في مقدمة هذه البلدان. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وسيكون معنا من مدينة مالم في السويد الخبير في الشؤون الأمنية الأستاذ فرات خورشيد عبر سكايب، وأيضا معنا عبر سكايب الكاتب الصحفي بهاء خليل. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. أهلا وسهلا دكتور. أهلا دكتور، هذا التقرير الجديد من معهد السلام الاقتصاد والسلام العالمي عن مناطق وبلدان أكثر خطرا على حياة السكان والمدنيين ورفع جودة الحياة في هذه البلدان، يعني في العراق كشف مستورا أم أنه كشف مكشوفا أصلا أن الوضع أن العراق ليس بلدا آمنا، رغم ما كل ما يقال من العملية السياسية وآلات الإعلامية، لكنه بلد ليس آمن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام. الحقيقة هو تقرير معهد السلام العالمي اللي هو سنويا كمؤشر يصدر سنويا عن كل بلدان العالم، يضعون فيه معايير، هناك 23 معيار هم يضعونه لكي يقيسوا بنية السلام في هذا البلد عن هذا البلد، ويحددوا بالتالي تخرج هذه القائمة اللي تحدث عن البلدان هل هذا ضمن بيئة السلام أو هذا خارج بيئة السلام. عندما تقرأ هذه يعني المعايير، عندما تعرف هذه المعايير، ستجد أن العراق فعلا هو فاقد للسلام، بلد غير آمن، غير طبيعي، شاذ جدا، لأن كل المعايير اللي محطوطة له لموضوعة والتي تطبق على كل الدول لا تنطبق عليه. ومن ضمن هذه المعايير هم اللي يقيسوها الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي، انفلات السلاح، القوى المتحكمة، الفساد، الخراب، الخدمات، كل هذه جزء من هذه المعايير التي توصلهم إلى نتيجة يضعون لها نقاط، وبالتالي يحسبون هذه النقاط وتخرج هذه النقاط. في عام 2023 هذا التقرير اللي تحدث عنه يصف العراق إلى أنه بلد بيئة غير آمنة، خارج نطاق السلام، وهذا وضع حقيقي وطبيعي بعد 20 سنة من حكم الميليشيات، من حكم الخراب، من الفوضى والخراب والدمار اللي حصل بالعراق. بالتالي أنت أمام وضع شاذ سياسياً بمشاكل سياسية بنيوية كبيرة، وضع اقتصادي متردي، بلد موازناته السنوية أكثر من 100 مليار دولار، وأكثر من ربع شعبه تحت خط الفقر، أكثر من 15 مليون إلى 13 إلى 15 مليون عاطلين عن العمل، البطالة في أعلى حالاتها، الأمية الآن بعد ما خرج العراق من الأمية عام 78 الآن يعود إليها، والآن عنده 12 مليون أمي. هذه كل المقاييس عندما تنظر إليها وتنظر إلى البلد، وأهم شغلة خدماته، واحد من قضاياه أنه أنت بعد 20 سنة تجد أن الكهرباء البلد يتظاهر، ما زال الشعب يتظاهر مطالبة بالكهرباء اللي هي أبسط حقوقه، كهرباء ومي صالح للشرب ومي، هذه كارثة كبيرة. إذا بلد غير آمن، غير طبيعي. وإضافة إلى هذا، أنت تنظر إلى الخارج وتجد إعلانات الدول وبيانات الدول وأمريكا وبريطانيا التي احتلت العراق والتي ما زالت ترعاه، تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق لأنه بيئة غير آمنة. نعم. إذن البلد أساساً هذا النموذج القائم اللي أقامته أمريكا واللي رعته إيران وما زالت ترعى إيران وتخدمه بهذه الطريقة، هذا النموذج، هذا الإطار غير آمن بشكل تام. وأن كل الأمن اللي حضرتك أشرت إليها في مقدمتك، يعني حتى الأمن ليس هشاً فقط، يعني ليس الأمن ضعيف، لا. اسمح لي، خلينا نتحدث، هل الموجود في الآن في العراق أمن زائف، أمن هش، أمن نسبي؟ نعم. أم خادع؟ نتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله. مساء الخير أستاذ فرات. نور. في العراق جيوش مليونية، شرطة وجيش وقوات مكافحة الإرهاب وميليشيات وتحالف دولي وقوات وميزانية هائلة مخصصة لهذه الهياكل العسكرية والأمنية، عمليات عسكرية يومية على مدى 20 سنة. مع ذلك ليس هناك من أمن، ليس هناك من صناعة حقيقية للأمن في العراق. هذا الفشل مرده أين؟ طبعا المنظومة الأمنية في العراق المفروض أنها
مثلها مثل كل باقي الدول، المنظومة الأمنية واجبها حفظ الاستقرار الأمني، ولكن في العراق المنظومة الأمنية جزء من أسباب زعزعة الاستقرار الأمني للبلد. يعني القرار السياسي الحكومي قرار غير مبالي بالملف الأمني، يعني القرارات والتوجهات والمصالح السياسية في وادي، والاستقرار والأمن في العراق في وادي آخر. أحيانا يتقاطعون فقط تقاطع مصالح. الملف الأمني يسمى ملف النفوذ وليس ملف الخدمة أو الحماية للمواطن. يستخدمون السلاح الحكومي فقط لنشر نفوذ هذا الحزب على حساب ذاك، مثل ما يحصل في كثير من المناطق. المعارك التي كانت في فترة وجود داعش في العراق نتج عنها مكونات يعني تسمى أطراف أمنية، ولكنها سبب كبير في الخلل الأمني، أصبحت خارج سيطرة الدولة وأصبحت في مواجهة الدولة داخليا وفي مواجهة العلاقات الدولية للعراق. عمليات قصف السفارات والاعتداء على البعثات الدبلوماسية وتهديد الدول المجاورة، كل هذه تقوم بها أطراف من المفترض أنها جزء من الملف الأمني السيادي العراقي، ولكن العراق فاقد للسياسة في كل المجالات، فلا أي ضرر يعني إذا كان يفقد أيضا في الملف الأمني. ما يحصل مثلا في المدن من منع لعودة النازحين إلى مناطقهم، ما يحصل من اعتقالات عشوائية، ما يحصل من كيد للمواطن واتهامه بتهم ثم مساومته بمبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه، ما يحصل من خلال التجديد رغم صدور قرارات يعني فقط على الإعلام بالانتهاء من ملف التصريح الأمني وعدم الحاجة له، ولكن لا زال التصريح الأمني مطلوب في كل دائرة حكومية. وهذا التصريح الأمني نعرف أنه حصلت عليه مساومات كبيرة، مساومات مادية ومساومات اجتماعية ومساومات حتى ديموغرافية، في مناطق يسيطر عليها هذا الطرف على حساب ذاك، ومناطق تسمى بالمتنازع عليها، ولا نعرف كيف في العراق فقط دون الكوكب كله توجد نزاعات بين بلد واحد وشعب واحد على مناطق وكأنها حدود لدول أخرى. هذه الخلافات والملف الأمني الذي يساء استخدامه تسبب في إيقاف عجلة النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات وحتى مصلحة العراق من خلال التنمية والعمل وتوفير فرص العمل من خلال المستثمر الأجنبي أيضا. كل هذه ملفات تتداخل مع بعضها، ولكن الحاجة الأساسية في سلم الاحتياجات البشرية هو الأمان. ما لم يكن هناك أمان لن يستطيع المواطن العراقي لا أن يعمل ولا أن يستقر ولا أن ينمو ولا أن حتى يذهب للمدرسة ويتعلم، كما تفضل الدكتور رافع عن ارتفاع مستوى الجهل. نعم، أشكرك أستاذ بهاء. أولا مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أستاذ ماجد، حياك الله. الحقيقة هناك أمن في العراق، البعض يصفه بأنه أمن هش، وهناك من يصفه بأنه أمن نسبي، وهناك من يتحدث أنه أمن الحقيقة خادع، مخادع أو خادع زائف. بلحظة في بضع دقائق قد يتلاشى هذا الأمن ويعني تتبين الحقيقة. الموجود في العراق الآن أمن زائف نسبي هش، أمن غير موجود بالحقيقة كما يتحدث طبعا معهد السلام والاقتصاد العالمي. نعم، في البداية تحياتي لحضرتك وعلى ضيوفك الكرام ومشاهدي قناتنا. أهلا وسهلا. من المصادفات أن نتحدث الآن عن الأمن والأمان في العراق في نفس الوقت هنالك حظر تجوال في مدينة كركوك واشتباكات مسلحة بين عناصر من عصائب أهل الحاق والحزب الديمقراطي الكردستاني، وانهيار الأمن بشكل كامل في مدينة كركوك حاليا، وأدت إلى سقوط عديد من الضحايا. هذا وإحنا الآن نتكلم حول الأمن في العراق. الحقيقة الأمن إلى عدة ركائز، إذا غابت هذه الركائز لن يكون هنالك أمن. أول ركائز الأمن هي العدالة. لا توجد عدالة بالعراق من أجل أن يكون هنالك أمن أساساً. هنالك ميليشيات مسلحة تخوض في البلد من شماله إلى جنوبه. هنالك جهات سياسية مشاركة في السلطة أو مشاركة في الحكم تمتلك ميليشيات مسلحة بإمكانها زعزعة الوضع الأمني من خلال تغريدة.
وايضا هنالك لدينا ميليشيات مسلحه او حتى قاده عسكريين بالجيش العراقي منتمين الى الميليشيات ليس لديهم سلطه على تحرير جندي واحد في اي منطقه من مناطق العراق. هذا يقوض موضوع الامن بصوره عامه. لو يعني بحثنا في الموضوع بشكل اكبر، يعني حتى موضوع تطبيق العداله اللي هي واحده من ركائز الامن في العراق، تطبيق العداله لو نجي على القرارات الاخيره اللي اتخذتها الحكومه او اللي موجوده دائما او نسمع بها في القضاء، مثلا الفاسد يطلق سراحه، هنالك الكثير من الشخصيات والاحزاب والمتنفذين بالسلطه لديهم ملفات فساد، لديهم جرائم، ومع ذلك لم يحاسبهم احد حتى الان. كثير من القرارات حتى المدنيه، يعني حتى اللي تتدخل بعملها الميليشيات، كثير من القتلة الذين غادروا السجون بسبب علاقاتهم الوطيدة مع الميليشيات، وبالتالي فهنالك عدالة غائبة. غياب العدالة هذا يقوض الأمن تماما. طالما غابت العدالة إذا غاب الأمن، وبالتالي لا يوجد أمن أساسا في العراق. والدليل أنه ما تعرض له ثوار تشرين قمع وقتل ومطاردات، والعديد منهم الآن في السجون، العديد منهم قتل، العديد منهم خطف ولا يعرف مصيره حتى الآن، العديد لاجئين الآن في دول العالم المجاورة، يعني كل هذا بسبب يعني رأيهم السياسي في أو رغبتهم في إجراء تغيير داخل العراق. هذا يعطيك مؤشر على مدى تعامل الحكومة مع الشعب اللي يحاول أن يطالب بأبسط خدماته، فلن يجد أمامه سوى الرصاص. يعني حتى الآن يعني في كركوك الآن سقط العديد من القتلى بسبب يعني عدم تفاهم الحكومة أو تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين. هناك سياسة واحدة هي القتل اللي تمارسها القوات الأمنية ضد أي متظاهر في العراق، ناهيك عن الكثير من الأمور اللي تشوب العدالة في السجون العراقية. هناك تقارير تتكلم عن سجون سرية، هناك تقارير تتحدث عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل السجون، هناك عمليات تعذيب، وهناك أيضا قبل أيام مرت علينا ذكرى المخفيين قسريا. والعراق البلد الأكثر في العالم الذي يمتلك مغيبين قسريا، ناهيك عن يعني باقي الأمور الأخرى اللي لو أردنا أن نضعها في كفة والأمن في كفة سنجد أنه لا يوجد أمن إطلاقا في العراق. لذلك في الحقيقة لا يوجد نهائيا أي أمن في العراق، وما نراه الآن هو مجرد محاولة لتلميع صورة الحكومة من خلال بعض المنصات التي تعمل من أجل تلميع صورة هذه الحكومة من أجل يعني موقفها أمام دول العالم لا أكثر ولا أقل. أشكرك دكتور. أيضا التقرير أشار إلى واحدة من أسباب الاضطراب وعدم الأمن في العراق إلى هذا الصراع السياسي المستمر بين قوى العملية السياسية المستمر منذ يعني عقدين، يعني قد تسبب بنزوح ملايين الناس وأيضا قتل مدنيين آخرين. كيف أثر هذا الصراع السياسي في تقويض الأمن ونسف الأمن في العراق خلال العقدين الماضيين؟ أستاذ ماجد، كل هذه القوى التي في العملية السياسية لديها ميليشيات، لديها قوى تحمل السلاح، والسلاح بيد كل من هب ودب، وكل الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق من عام 2003 إلى الآن كانت توعد الناس بأنها ستسيطر على السلاح وستسحب السلاح إلى جهة الدولة، إلى مشاجب الدولة. السلاح ليس إلا لن يبقى منفلتا، سيكون بيد الدولة. والحقيقة أن الواقع الحال كذبة كبيرة هذه، وهذه وعود غير صادقة، لأنه ببساطة جداً من يؤسس هذه الحكومات هي الميليشيات أساساً، هي هذه القوى التي تحمل السلاح. فبالتالي كل ما يجري في الشارع هو انعكاس لهذه القوى. أنت تتحدث عن صراعات سياسية، لكن هذه الصراعات السياسية انتقلت إلى الشارع وانتقلت إلى مناطق كثيرة. أعطيك مثالاً بسيطاً. نعم. خلال 8 أشهر اللي مضت هناك 200 نزاع عشائري جرى في العراق بين عشائر عراقية، 200 نزاع عشائري استخدمت بها أسلحة متوسطة وثقيلة وخفيفة وقتل وذبح. أين الدولة؟ أين الحكومة؟ مفهوم غائب. يعني
الإخوان ضيوفك الكرام تحدثوا بلغة واضحة جدا ودقيقة عندما وصفوا الأمن يتحدثون عنه، وهو الخلاصة مالها أنه مفهوم الأمن مفهوم غير حقيقي، مفهوم ملتبس. هم يتحدثون عن مفهوم آخر غير المفهوم المطلوب. أنت تدخل، وربما تحدثنا في هذا، أنت تدخل في دول كثيرة من العالم لا تجد شرطي واحد في الشارع، تجد رجل أمن واحد يحمل السلاح، لكن الأمن مستتب والوضع مستقر، ومثل ما يقال يعني يمضي اليوم مثل الساعة بكل حركة دقيقة ومرسومة. لكن في العراق أنت مئات الآلاف من الجنود والشرطة والقوى الأمنية والميليشيات، لكن هل الأمن متحقق؟ غير متحقق، لأن المفهوم خطأ. المفهوم عندهم للأمن هو سلاح وبدلات مرقطة ومعرف منه، سيارات منوعة ومناظر مع شنو، وألبسة غريبة عجيبة، إكسسوارات نعم، واستعراض على الناس وقتل وذبح وسحل وتهديد للناس، يعتقدون أنه هكذا سيطروا على الأمن، وهذا مفهوم زائف. مو هذا الأمن، الأمن استقرار، الأمن يتأتى من قناعة الشعب بهذه الحكومة وخدمة الحكومة لهذا الشعب، هي جزء من عنده، لذلك يحميها ويحمي مجتمعها ومجتمع مترفه، وبتعليم جيد، بخدمات جيدة، بانضباط جيد، هذا كله جزء من هذا المفهوم، بعدالة جيدة مثل ما تحدث ضيفك الأستاذ خورشيد، هذا كله جزء من مفهوم الأمن الغائب. فهم يتحدثون عن مفهوم آخر، هم يتحدثون عن مفهوم يتعلق بحماية العملية السياسية وحماية قواهم، لذلك هم يعتقدون أن وكل التظاهرات التي خرجت ضدهم وتنادي سواء بخدمات سواء بإسقاطهم واجهوها بالرصاص، واجهتها ميليشيات، وآخرها ثورة 2019 ثورة تشرين واجهوها الميليشيات. إذن مفهوم الأمن غائب، مفهوم التنمية غائبة، مفهوم الإخلاص لهذا الوطن غائب جدا، بالتالي أنت أمام حالة شاذة جدا لا يمكن قياسها إلا كونها حالة فوضوية، لا يمكن إصلاحها إلا بزوال كل هذه القوى. لذلك الحديث عن أمن هش أو أمن نسبي غير حقيقي، هذا أمن معدوم نهائيا، لأنه أي حادثة قد تؤدي إلى، لاحظ في أي شارع الآن إذا أطلاقات للرصاص تحصل هنا وهناك، ممكن كل الناس اللي يمشون في الشارع يتأذون، ويمكن يتعرضون إلى القتل ويتعرضون إلى الموت، وهم يعني أبرياء غير مذنبين. ذلك المواطن لا في بيته آمن ولا في الشارع آمن ولا في وظيفته آمن، والأمن مفقود. أشكرك. نستأذن من الضيوف الكرام ومن المشاهدين أيضا لنتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار. تبحث الحلقة في تقرير معهد الاقتصاد والسلام العالمي عن البلدان الأكثر خطورة على حياة السكان، والذي جاء العراق مع الدول العربية في مقدمة هذه البلدان. ضيف طاولة رافع الفلاحي فرات خورشيد بها خليل.
أستاذ فرات، أشار التقرير إلى أن الصراع السياسي بين قوى العملية السياسية تسبب بانعدام الأمن، تقويض الأمن، وطبعا النزوح وقتل الآلاف والتغيب وغير ذلك. لو لم يكن في العراق صراع سياسي، هذا الذي أشار إلى المعهد، هل تعتقد أنه كان من الممكن أن تكون هناك صناعة أمن، يكون الأمن مستتب ولا مشكلة في الجانب الأمني حتى وإن كانت هناك مشكلة سياسية؟ طبعا تدخل الأحزاب السياسية في العراق والتي ترعى الميليشيات باعتبار أن تلك الميليشيات هي الجناح العسكري لكل حزب موجود في السلطة حاليا، لكان هناك يعني حتى لو قلنا بتفاؤل أمن نسبي، ولكن التدخلات السياسية في الملف الأمني بما يحقق مصالحها ويحمي أذرعها المسلحة هو الذي تسبب بهذا الخلل. الإفلات من العقاب يعني أكبر معضلة تواجهها القوات الأمنية والسلطات القضائية في العراق هو ملف الإفلات من العقاب. يحق لكل طرف مسلح أن يرتكب ما يرتكب من جرائم دون أن يحاسب أو دون أن يخضع لأي سلطة قضائية قد تلجم جماحه وتجعل منه عبرة للآخرين حتى يتوقف القتل. مثلا بالإمكان لأي شخص أن يدخل ويقتل أي إنسان في منزله أو في أي مكان في الشارع أو في حتى مكان عمل، سواء مكان عمل عام أو خاص، ثم لا يحاسب. الملف الأمني مسيس بدرجة مخيفة جدا، بحيث أن القضايا يتم التعامل معها وفقا لمن هذا المتهم ولمن يتبع ولأي جهة، والقرارات القضائية أيضا والأحكام يمكن أن يتم تغييرها كما حصل في قضية مقتل الباحث الأمني هشام الهاشمي بعد أن اعترف القاتل صراحة. تبين أن القاتل هو أساسا ضابط شرطة ويتبع لأحد الفصائل المسلحة التي تنضوي تحت الحشد الشعبي، وبعد كل ذلك وكل تلك الاعترافات وصدور حكم الإعدام تم إعادة النظر في القضية وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المتهم القاتل. كل هذا نتيجة رغبات وتدخلات سياسية. ما يحصل في مدن كانت تحت سيطرة داعش مثلا مدن الموصل، يمكن لأي شخص يبحث عني يدخل إلى المنزل لا يجدني، يقتل من موجود في المنزل سواء كان أبي أو غيره، وثم بعدها يتم تزويد العائلة بشهادة وفاة يذكر فيها سبب وفاة آخر غير السبب الحقيقي، لا يذكر بأنه مات مقتول وإنما يذكر بأنه قد مات نتيجة جلطة دماغية أو ما شابه، ولا يمكن إقامة دعوة قضائية لعدم قبول الشرطة باستلام أي دعوة قضائية ضد الميليشيات أو الأفراد التابعين للأحزاب السياسية الحاكمة. هذه هي المشكلة الكبيرة التي لا يمكن أن يكون هناك ملف أمني حقيقي قبل القضاء عليها. كيف يمكن أن تحقق الأمن بينما يكون المجرم قد ضمن إفلاته من العقاب؟ ما الذي يلجم المجرم؟ ما الذي يجعل المتهم أو الشخص المجرم الذي يسعى لارتكاب جريمة يتردد؟ العقاب هو الذي يردع الشخص، بينما بغياب العقاب وانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب يصبح الفعل مجرد فعل وينقضي بانقضاء لحظته ونتيجته. لذلك يجب على القضاء العراقي أن يتحرك بشكل مستقل، يجب على القضاء العراقي أن لا يميز بين هذا المجرم وذاك، ويجب أن لا يخضع لإرادات الأطراف السياسية، لأن الاستقرار الأمني هو نواة لكل ما يمكن أن يبني العراق من جديد، وبغيابه سنبقى في هذا المنحدر، ويبقى كل يوم هو أفضل من الذي يليه. يعني الناس الآن أصبحت رغم قساوة المشهد الأمني في العراق قبل 2014 وفي فترة الصراع الطائفي أصبحوا يتمنون أن يعودوا إلى تلك الفترة رغم أنها كانت فترة سيئة، ولكن يرغب الناس بالسيء مقابل الهروب من الأسوأ. المعارك التي جرت في أطراف يعني مدن محددة كانت تحت سيطرة داعش نتج عنها جرائم عديدة تم توثيقها، هناك الآلاف من الأفلام والفيديوهات التي تداولها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى بشكل خاص وشخصي بين الأفراد
العاملين في الأجهزة الأمنية أو غيرها توضح بشكل لا يقبل الشك صورة المتهم القاتل وصورة الضحية ومكانها، وبكلام يوضح الزمن والأداة والأسباب التي دفعت لهذه الجريمة، ولكن لم نجد أي تحرك للادعاء العام في العراق حول تلك القضايا. بالمقابل لا يستطيع الناس التقدم بشكاوى ضد هؤلاء، سواء بسبب نفوذهم أو خوفا من الانتقام. إضافة لذلك الحصانة التي منحها البرلمان العراقي لتلك الأطراف التي أوغلت بالقتل. هناك ملفات مغيبين حيث يتكلم الجميع. شكرا. نعم. أستاذ بهاء، أيضا يتحدث التقرير الحقيقي عن مساهمة انعدام الخدمات أو تدني مستوى الخدمات العامة، تصاعد معدلات الجريمة المنظمة، الإرهاب، الفساد الحكومي، أيضا كانت هذه عوامل مساهمة في الاضطراب السياسي وتقويض الأمن، أو أن يجعل الأمن الحقيقة هش وضعيف، وأمن الموجود الآن يعني زائف. هذه العوامل كيف ساهمت فعلا في تقويض الأمن أو التوهم أمن حقيقي في العراق؟ نعم، لو نرجع قبل أيام قليلة، السفير البريطاني في العراق ذكر بأنه العراق أصبح ممر مهم لتجارة المخدرات الآن. العراق الآن عبارة عن بحر من المخدرات، تمكنت إيران من خلال نفوذها داخل الميليشيات وأيضا من خلال عناصرها والمتعاونين معها من إغراق العراق بالمخدرات، اللي هي آفة كل مجتمع الحقيقة. كل المجتمعات اللي كانت مزدهرة اندثرت بسبب تفشي المخدرات فيها. لو نجي على تأثير المخدرات، بكل بساطة المخدرات تسببت بارتفاع معدلات الجريمة بطريقة وحشية. لم نكن نسمع سابقا بأب يقتل أبنائه، لم نسمع بأم ترمي أطفالها في نهر دجلة، لم نسمع بمرأة أب تقتل طفل يبلغ من العمر 8 سنوات ب30 ضربة على رأسه. هذه أغلبها مشاكل خلفها الواقع اللي موجود حاليا، الواقع المزري اللي يعيش المواطن العراقي. هنالك عدة ضغوط للمواطن العراقي، ضغط المعيشة، البطالة، وأيضا الحالة اللي يمر بها، كل هذه سببت بارتفاع معدلات الجريمة في العراق، بالإضافة إلى أنه غياب الحلول اللي موجودة عند الدولة. لا يوجد حتى الآن أي حل للتصدي، رغم ما تحاول يعني مكافحة المخدرات، رغم كل محاولاتها من أجل السيطرة على تجارة المخدرات، لكن حتى الآن لا توجد عقوبة الإعدام لتاجر المخدرات. لم نسمع أن تاجر المخدرات حكم بالإعدام مثلا، مع العلم أنه هذا الحكم موجود في أغلب الدول اللي تعترف بعقوبة أو تطبق عقوبة الإعدام. لحد الآن لا توجد مراكز تكفي لمعالجة الإدمان من هذا، لا يوجد برنامج حكومي يوفر وظائف يخفف نوعا ما الضغط على الشاب العراقي العاطل عن العمل حاليا. كثير من الشباب للعلم، حتى الميليشيات هذه لولا البطالة ما تمكنت من تجنيد كل هذا العدد الهائل من الشباب. يعني يضحكون على الناس بموضوع أنه والله عقيدة، لا، هي الموضوع مو عقيدة. أغلب المنتمين للميليشيات منتمين من أجل المرتب، لا أكثر ولا أقل. لذلك هم مستمرين بوضع حال العراقيين والضغوط أمام الشاب العراقي من أجل أن لا يكون لديه فرصة لمزاولة حياته بشكل طبيعي مثل كل شباب العالم، وإنما يكون أمام طريق واحد وهو الانتماء لهذه الميليشيات. وشفنا كثير من الميليشيات اللي كانت تقاتل في سوريا إلى جانب ميليشيات إيران، كثير من الشباب فقد حياته هناك فقط بسبب الراتب، لأنه كانت دفع بالدولار. يعني أيام ما كانت الرواتب لا تزيد عن 500,000 دينار كانوا هم يطوهم 600 دولار لكل جد يروح يقاتل بسوريا بحجة الدفاع عن السيدة زينب، وكثير من الشباب راحوا بسبب هذا الأمر. حتى موضوع انضمام للحشد الشعبي بعد احتلال داعش للمحافظات الثلاثة، أغلبهم كانوا يريدون الراتب يعني، والحد الآن كثير من العناصر هذا يعني الموجودين بالميليشيات هم على متراتب أنهكوا القطاع الخاص أو غلقوا القطاع الخاص بشكل كامل من خلال فتح الحدود للبضائع الرديئة الإيرانية اللي دخلت، وأيضا في نفس الوقت طوقوا الشاب العراقي بمجموعة من الضغوط، منها انعدام فرص العمل،
سوء الخدمات، كل هذا هم كان كأنما شيء مهيئ لي يعني يكون الوضع بهذه الطريقة ليستفيدوا هم من الوضع. يعني لحد الآن تريد لك مشروع واحد بالعراق ممكن أنه ينفع الشباب العراقي ما تلقى، بسبب أنه ماكو أساسا تخطيط لبناء يعني لإنشاء مشاريع إحياء إعادة إحياء القطاع الخاص، بناء مصانع، بناء مستشفيات، مدارس، أمور خدمية. كل هذه هم يعرفون الخلل وين، لكن لا توجد حلول، لا توجد لديهم حلول، لأنهم أساسا لا يريدون الحلول ويريدون الوضع أن يبقى على ما هو عليه لتستمر سيطرة الميليشيات على الوضع في العراق. دكتور، لمصلحة من دكتور رافع هذا الترويج؟ لمصلحة من، سواء في الداخل أو الخارج أو الإقليم، الترويج بأن العراق بلد آمن مستقر ليس فيه مشاكل يعني أمنية، بينما تقرير معهد الاقتصاد والسلام وغيره من المراكز والمعاهد البحثية تتحدث عن صورة مغايرة تماما لما تقول به أو يقول به الإعلام الموالي أو المؤازر الحكومي والمؤازر له. هناك صورة مغايرة عما يقال من قبل الآلة الإعلامية الحكومية أو الميليشياوية بصورة عامة. أستاذ ماجد، نعم، يعني بغض النظر عن الآلة الإعلامية الداخلية التي ترعاها الحكومة وأحزابها، بغض النظر هناك أطراف خارجية تقول هذا الكلام. يعني كل الحكومات الخارجية أجنبية وإقليمية بعيدة، دولية وإقليمية، تتحدث عن العراق كبلد مستقر. أمريكا وبريطانيا وغيرها تحدث عن هذا النموذج اللي صنعوه بالعراق على أنه نموذج جيد. نعم، بمشاكل يتحدثون، المشاكل هذه ممكن معالجتها، يعني ينطون خارطة الطريق لمعالجتها، يعالجوا فلان قضية فلان قضية وكأنه ذر رماد بالعيون، لكن واقع الحال ما يعرفه غير العراقي، أهل العراق، يعني ما حك ظهرك مثل ظفرك مثل ما يقال. أهل العراق يعرفون المشكلة وين. عندما يعني قبل قليل ضيفك كان يتحدث عن السفير البريطاني الذي يقول أنه العراق صار يعني يصنع المخدرات وممر للمخدرات، ليش هو من وصل العراق إلى هذا المستوى؟ ما هي بريطانيا وهي أمريكا وكانت تعرف من البداية، لأنه النموذج الذي وضع على العراق هو نموذج خطأ، نموذج يؤدي إلى هذه القضية. أنت تتحدث عن بلدان في العالم كلها وتسأل نفسك ما الذي يجعل هذا البلد ناجحاً وهذا البلد فاشلاً؟ يجعل البلد ناجحاً وضع سياسي مستقر، حكومة مستقرة منتخبة من قبل الشعب، عملة مستقرة، عملة طبيعية، عملة نقدية أقصد، نسبة بطالة متدنية جداً، نسبة فقر غير موجودة، خدمات متوفرة، أمن موجود، هذا كله يسجل ويجير الحكومة. وإذا ما اشتكى الشعب في هذه الدول من أداء معين ممكن أن تلوم الشعب لأنه هو انتخبه، هو منتخب صحيح، الانتخابات صحيحة وحقيقية. لكن في بلد مثل العراق يتحدثون عن أنه يعني الشعب هو انتخبهم، هذه حكومة منتخبة الشعب. الشعب العراقي لم ينتخب حكومة واحدة منذ عام 2003 لحد الآن، كلها انتخابات مزيفة، كذبة كبيرة جدا، لا ديمقراطية ولا انتخابات، وهذا الصندوق الاقتراع صندوق مزيف وكاذب، وآخرها 85% في آخر انتخابات لم يشارك من الشعب العراقي، لكن شكلت حكومة من ميليشيات وهم يتحدثون أنه هذه تمثل الشعب والشعب اختارها. وحتى الحكومات الخارجية، إيران وأمريكا، يتحدثون أنه الشعب اختار هذه الحكومة، وهم يعرفون أنه هذه كذبة كبيرة، ونسبة أقل من 12% هم الذين شاركوا بالانتخابات، وهؤلاء قوى أمنية وقوى ميليشياوية وقوى تابعة للأحزاب ومستفيدين من عدة، لكن الشعب ما شارك بها. فبالتالي أنت أمام معضلة كبيرة، استقرار سياسي غير موجود، حكومة فاشلة، الفساد ينخر كل شيء، خدمات غير متوفرة، شخصية وهوية للبلد غير موجودة. من يستطيع أن يقول لي الآن شنو هوية العراق؟ ما هي هوية العراق؟ يعني الآن عشرات الرايات الصغيرة، لا راية كبيرة للعراق ترعاهم جميعهم، الأكراد بصفحة والسنة بصفحة والشيعة بصفحة والتركمان بصفحة، وكلها جزر متباعدة عن بعضها، تتكلم لغة غير اللغة وببوصلات باتجاهات مختلفة. الحقيقة ربما تجمعهم مصالح هذه القوى، تجمعهم مصالح ومكاسب معينة، لكن واقع الحال العراق مفتت بهذه الطريقة، مفتت الحقيقة، وشعبه بالعموم هو فقير وعاطل عن العمل،
ولا خطط تنمية، لا 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 رؤية للحاضر والمستقبل الموجودة، بالتالي بلد مدمر بهذه الطريقة. لا يمكن أن تتحدث عن أنه هناك بلد، يعني بالمنطق الحقيقي لا يمكن أن تسمي العراق دولة، ما موجودة دولة، يعني مقومات الدولة غير موجودة. فبالتالي ومن مسؤول عن وصول هذا العراق لهذا المستوى؟ هل هو الشعب العراقي؟ لا، نعم. والشعب العراقي، هذه الحكومات التي جاءت هي من تريد أو تنفذ مشروعا لتدمير العراق والإيصاله إلى هذه المرحلة، وهناك قوى خارجية دولية وإقليمية ترعى هذا المشروع بهذه الطريقة. أستاذ فرات، الحقيقة كيف تواجه الحكومة مثل هذه التقارير أو الأوراق البحثية أو البحوث التي تتحدث عن انعدام الأمن في العراق؟ سابقا كان يقال أن الإرهاب، القاعدة وداعش هم من يقوض الأمن والاستقرار في العراق. هذين العاملين الآن قد تلاشى أو تراجع إلى حد كبير، وبإطار الحكومة ويعني احتفالات بالانتصار على الإرهاب. الآن عندما هذا التقرير وتقارير أخرى طبعا غربية تتحدث أنه البلد غير آمن، وهناك أيضا سفارات تنصح رعاياها مثل بريطانيا وغيرها بعدم الذهاب والتوجه إلى العراق، من يقوض الأمن الآن؟ الإرهاب قد انتهى، الإرهاب التقليدي قاعدة داعش قد انتهى. أخي العزيز، التحالف الدولي الذي ضم دول عديدة تحت مسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب تشكل بناء على وجود داعش في العراق. متى ظهر داعش؟ ناهيك عن أنها جزء انشق وولد من رحم تنظيم القاعدة، ولكن نتكلم عن التحالف الدولي الذي يركز على داعش فقط ويسلط الأضواء عليها، وأصبحت هي التنظيم الإرهابي الأكثر شهرة في العالم، لكنه ليس الوحيد أو الأخطر حقيقة، ولكن الإعلام هو من صوره بهذه الصورة. ظهر تنظيم داعش عام 2012 واضمحل تقريبا عام 2018، ولكن هناك تنظيمات إرهابية وفقا لأفعالها، حتى لا نقول بأنه لم يطلق عليها أحد أو لم ينعتها أو حتى لم يصنفها إرهابية، ولكن وفقا لتعريف الإرهاب، ما هو الإرهاب؟ الإرهاب هو الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، إرهاب. استخدام المتفجرات لترهيب المدنيين وقتلهم هو إرهاب. الاعتداء على مصالح الدولة وحمل السلاح ومواجهتها هو إرهاب. قصف منزل رئيس وزراء دولة هو إرهاب، كما حصل مع قصف منزل مصطفى الكاظمي. إذن كم عمر تنظيم حزب الله الذي ولد في لبنان وامتد في سوريا ووصل إلى العراق الآن، المتهم بالعشرات والمئات من عمليات القتل والتفجير والاعتداءات في هذه الدول؟ كم عمر فيلق بدر الذي ولد في إيران وأصبح له وجود مسلح الآن في العراق وفي سوريا؟ كم عمر ميليشيا جيش المهدي والعصائب وغيرها التي ظهرت عام 2006 وما بعده وأصبحت الآن تحمل السلاح؟ لماذا لا يتحرك التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب إذا كان فعلا هو لمكافحة الإرهاب ضد هذه الفصائل؟ كم عمر حزب العمال الكردستاني الفككة الذي سيطر على قضاء سنجار في العراق، رغم أنه بالأساس حزب ليس عراقي حتى نقول بأنه ينتشر ضمن منطقة لجمهوره وناس تؤيده؟ الأكراد العراقيين أغلبهم ينتمون لحزبين رئيسيين وبقية الأحزاب العراقية الكردية المعروفة. الحزبين الرئيسيين هما حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. لا وجود لحزب العمال التركي في العراق، ماذا يفعل حزب العمال التركي بقوة السلاح في قضاء سنجار ويهدد في قضاء مخمور ويسعى للانتشار وبسط نفوذه في مناطق أوسع في العراق؟ هذا الملف، ما يحصل في العراق، هناك دول تحاول أن تغطي هذه الحقيقة. الدول التي ترغب أن يستمر وضع العراق على ما هو عليه، لأن هذا الوضع حقق لهم مصالح لا يمكن أن يضحوا بها مقابل فقط أن يكون العراق مستقر. الامتداد الذي تحولت به تلك الأطراف والفصائل والتنظيمات الإرهابية التي تخدم مصالح الدول الغربية، مثلا حزب العمال الكردستاني بدل أن كان يعيش في الجبال ومحروم من الحصول على الرعاية الطبية والعلاج والأدوية إلا بما
يحصل عليه من القرى النائية أصبح الآن لديه مستشفيات ومدن يحكمها، أصبح يدير مدن بأكملها، أصبح يمتلك مروحيات للتنقل بها بين مدن أخرى، أصبح يمتلك جناح مسلح وجناح سياسي دبلوماسي يدافع عنه وعن وجوده في بلد آخر. حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب الاتحاد الكردستاني في العراق يدافع عن وجود الحزب الديمقراطي، حزب العمال الكردستاني في العراق، وهو طرف سياسي مشارك في الحكومة كجزء من الكتلة الكردية. كل هذه تحققت مصالح لأطراف تعمل على تحقيق منافع للدول التي أنشأتها، فلا يمكن لهذه الدول أن تحرم أدواتها من هذه المنفعة مقابل أن يحصل استقرار في العراق. لذلك يجب أن يبقى العراق مضعضع، يجب أن يبقى العراق ساحة مفتوحة لكل هذه الأطراف حتى تعمل بما يحقق مصالح من أنشأها وأوجدها. ومن ضمن هذه المصالح هي سرقة ميزانية الدولة بأكملها دون أن يعرف أحد أين مصيرها وكيف أنفقها. أشكرك بهاء. يتحدث التقرير حقيقة عن أسباب كثيرة لتقويض الأمن والاستقرار في العراق، منها المعاناة الإنسانية والمتمثلة ببقاء النازحين في المخيمات دون العودة إلى مدنهم، أيضا المغيبين، ملف المغيبين، المعتقلين وغيرها من القضايا. تعتقد حكومة السوداني قادرة على إنهاء أو على حل جزء من هذه الملفات لتحقيق جزء من الأمن المفقود في العراق؟ إطلاقا لا، لأنه أساسا حكومة السوداني لا تمتلك سلطة قرارها بنفسها. يعني موضوع النازحين مثلا، موضوع النازحين موضوع لا يعني حتى الميليشيات العراقية ما بيدها شيء أمامها، هو الموضوع راجع إلى إيران. إيران من خلال هذه الميليشيات هجرت سكان هذه المناطق من مناطقهم وحولت يعني مناطقهم وقراهم، حولتها إلى تكنات عسكرية ومخازن للصواريخ تابعة إلى حزب الله وإلى إيران. ولذلك لا يستطيع حتى رئيس الوزراء الآن الدخول إلى هذه المناطق اللي سيطرت عليها الميليشيات لصالح إيران. وبالتالي حتى أثناء تشكيل الحكومة، يعني بداية العملية السياسية، يعني بداية تشكيل حكومة السودان، هو أنطى وعود للسنة وأنطى وعود للأكراد، لم ينفذ منها أي وعد حتى الآن، لأنه هذه الوعود اللي قطعها مو بإيده أن يطبقها. يعني القرار مو قراره، يعني لا هو عنده قرار إعادة النازحين ولا عنده قرار إخراج الميليشيات من المناطق اللي سيطروا عليها مناطق النازحين، ولا عنده يعني إمكانية لكشف مصير المغيبين مثلا، ما عنده كل هذه المعلومات. لأنه ببساطة جلسة برلمانية واحدة ممكن إقالته وممكن رفع حجب الثقة عن حكومته بالكامل، لأنه يعني الميليشيات هي اللي جابت محمد الشياع السوداني إلى منصب رئيس الوزراء. وبالتالي خطط الحكومة مهما كانت لن تصل أو لن تتطرق إلى جرائم الميليشيات وسطوة الميليشيات على البلد من هذه الطريقة. يعني طي أي موضوع ممكن يحاول أن يحلك إياه، لكن أنه يحاول أن يتدخل بموضوع فرضات الميليشيات أي كانت، إذا كانت حزب الله، إذا كانت العصائد، ما يقدر يتدخل. شكرا دكتور رافع بدقيقتين. هناك من يقول لا يمكن أن يكون هناك أمن في العراق ما دامت الدولة تحكمها الميليشيات. العراقيون فلينسوا الأمن ما دام من يتسنم الحكم هم الميليشيات، صحيح؟ نعم صحيح جدا جدا. وأضيف لك ربما يعني أجتزئ جزء من آخر تقرير لمعهد واشنطن، يقول فيه عبارة دقيقة جدا وهي واضحة تشخص الحال، يقول إنه الفساد جهد جماعي في العراق. نعم. والفساد لا يعني الفساد المالي فقط، فساد في الذمم، فساد في الرؤية، فساد في المفاهيم، فساد في السلاح، فساد في كل شيء، في التعامل مع الشعب. هذا كله تستطيع أن تضعه في إطار هو الذي يعاني منه العراق، هذه الكتلة فاسدة مخربة برؤية قبيحة. البخيل، لدينا مفهوم البخيل حتى في الإسلام، مكروه البخيل. البخيل ليس في المال فقط، لكن في عواطفه، في إنسانيته، في تعامله، في صدقه، في كل شيء بخيل. وهذا الفساد نفس الشيء، فساد ليس في المادة فقط، فساد في الذمم، في كل شيء، وهذه كلها تنعكس على الشعب. لذلك العراق لن يستقر ولن يكون آمنا. أشكرك. ولن يكون بيئة آمنة ما دام هذه القوى الفاسدة موجودة لحكمه. نعم. شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة لم يتبقى إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، ونشكر أيضا ضيفنا من مالمو في السويد عبر سكايب الأستاذ فرات خورشيد الخبير في الشؤون الأمنية، كما نشكر ضيفنا عبر سكايب أيضا الكاتب الصحفي بهاء خليل. أشكركم وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.